ما زلنا معكم في مواصلة عملية التصويت بالداخل في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب. لدينا شبكة مراسلين تتابع مجريات العملية الانتخابية في أكثر من مكان في المحافظات المختلفة، أيضا في الدوائر التي تجرى بها جولة الإعادة. ومعنا من محافظة سوهاج حمادة العربي. حمادة، يعني طبعا يعني في محافظة سوهاج هناك جولة إعادة، ويبدو أن الأمور ساخنة في هذه الجولة ما بين المرشحين المتواجدين في المحافظة، فهل لك أن تحدثني عن ما يدور في محافظة سوهاج في هذه الجولة؟ تحياتي إليك حسان ولكل مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل هناك الكثير فيما يدور داخل عملية الانتخابات في محافظة سوهاج. يمكن البداية بتواجد أمني فاعل على مستوى جميع اللجان الفرعية على مستوى المحافظة. هناك 1000 لجنة فرعية، هذه اللجان مؤمنة من الخارج بالكامل، سيارات لقوات الأمن وكذلك صدادات حديدية لعمل حرم آمن للجان وتيسير دخول المواطنين، بالإضافة إلى وجود بوابات للكشف عن المعادن احتياطيا حتى يكون هناك أمن وأمان لدى الناخب أثناء الإدلاء بصوته والمشاركة في العملية الانتخابية. ثاني الملاحظات داخل سوهاج يتعلق بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي تتابع العملية الانتخابية وغرف العمليات الموجودة في ديوان عام المحافظة وفي مديرية أمن سوهاج وكذلك اللجنة العامة للانتخابات. لم ترصد أي منها أي تجاوزات تتعلق بالعملية الانتخابية على مدار يوم الأمس واليوم، وتأكيدا لكلام وحديث الزميلة سارة متولي من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية. ثالث هذه الملاحظات تتعلق بالحالات الإنسانية التي يعني يوفر لها كل الدعم وكل المساندة من قبل قوات الشرطة الموجودة أمام اللجان، من حيث وجود بعض الكراسي المتحركة الموجودة يقومون من خلالها بنقل أو مساعدة كبار السن للدخول إلى اللجان، تيسيرات كاملة لكل المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية بصورة كبيرة بصورة جدية. يتم توزيع الكمامات على كل المواطنين الذين ليس لديهم كمامات أثناء أو قبل الدخول إلى اللجان في الداخل. يعني منافسة قوية في سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، ويعي الناخب في سوهاج أهمية المشاركة، أهمية اختيار وحسن اختيار مرشح ليكون نائبا صحيح داخل مجلس النواب. يمكن المرأة هي المسيطرة على المشهد الانتخابي وكبار السن، لكن الشباب موجودين بفاعلية، نسب الإقبال الأكبر موجودة في القرى والنجوع. يمكن هذا هو وضع ميسر للصورة في سوهاج. ابقى معنا إذن حمادة في سوهاج، لأننا سوف نتجه معك من سوهاج إلى شمال مصر الإسكندرية، ومعنا مراسلنا حازم كمال أيضا في المشهد. هناك أحمد سعد متواجد، لكن نبدأ بحازم كمال في الإسكندرية. حازم، يعني حمادة وصف لنا المشهد في سوهاج، هنا لديك في شمال مصر، كيف تبدو الأمور بالنسبة لجولة الإعادة والتفاصيل في الإسكندرية حازم؟ الأمور مشابهة تماما حساني في الإسكندرية عند الزميل حماد العربي بسوهاج من ناحية النظامية الكاملة والإجراءات التأمينية العالية، كل ما يضمن سلامة العملية الانتخابية وإدلاء الناخب السكندري بصوته في عموم اللجان الانتخابية 1083 لجنة والمقسمة على 5 دوائر انتخابية تجرى بها الإجراءات يعني على خير ما يرام، سواء النواحي التأمينية كما ذكر الزميل حمد العربي، تأمين رجالات الشرطة للمقار الانتخابية والأكوال والدوريات الأمنية السيارة في كل الشوارع المؤدية لمقار لجان الاقتراع، أو توفير كل مستلزمات الوقاية والحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد بتوفير الكمامات الطبية، القفازات البلاستيكية، تطهير الأيدي قبل الدخول لمقار اللجان من قبل المعيين للناخبين، تطهير وتعقيم اللجان بمواد التعقيم والتطهير حتى يمكن صناديق الاقتراع تعقم قبل أن تضع بها كل ورقة، عمليات الاهتمام وتوفير اللوجستيات الكاملة لضمان سير وسلامة الانتخابات بكل سلاسة وسهولة تتم وتمت وتتابع على مدار اللحظة. زميلي حسان، الإقبال والمشاركة كما ذكرنا في كل الخدمات الإخبارية بالأمس
جيدة من كل الفئات المجتمعية، وإن كان عنصر الشباب دخل على خط المشاركة الانتخابية بقوة، يمكن كما ذكرنا كم المشروعات الذي يراه الشباب على أرض الواقع يتم على أرض المحافظة تدفعه إلى النزول، أنه يرى أن المستقبل سوف يكون له إن شاء الله بعدما سيجني ثمار هذه المشروعات يبدو أن التنظيم حازم يعني في الإسكندرية، تنظيم هذه الانتخابات، وأدى إلى أن تسير هذه العملية بسهولة ويسر في جولة الإعادة بالنسبة لراحة المواطن الذي ينتخب، أيضا راحة المرشحين عندما يشعرون بأن هناك فعلا تنظيم جيد وتأمين جيد للجان الانتخابية المختلفة. نعم زميلي محمد، يمكن كل المرشحين لهم مندوبون داخل اللجان، كل المجريات التي تؤدي إلى سلاسة العملية الانتخابية وضمان وصول صوت كل ناخب إلى المرشح الذي يريد تضمنها كل الأجهزة المعنية والتنفيذية، وسائل الإعلام والمنظمات المتابعة لمجريات العملية الانتخابية سواء المنظمات المحلية أو الدولية. كان لنا لقاءات متعددة بالأمس مع السفير أحمد رشيد خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وكذلك أعضاء من البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أكدوا أن مجريات الانتخابات لا تدعو أبدا إلى أي شك ولو بذرات قليلة للتدخل في حيادية أو نزاهة العملية الانتخابية، وأنها تسير وفقا للقواعد الدولية المنظمة للعملية الانتخابية، ومن ثم فكلا الطرفين الناخب والمرشح مطمئنين جدا لمجريات الأمور وأن الأصوات سوف تصل إلى من يستحقها في النهاية. وهنا حازم يعني في هذا الإطار يعني نقول أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت رقم مهم هو 19826 لرد على جميع الاستفسارات والشكاوى ذات الصلة، يعني لو أي شكوى سوف يتم الرد عليها في هذا الرقم. ابقى معنا حازم لأننا سوف نتجه معك إلى محافظة بني سويف. أرى الزميل أحمد سعد مراسل أخبار مصر في بني سويف بعد التحية. أحمد، يعني كيف تبدو تفاصيل الأجواء لديك في مشهد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب؟ تحية لك حسني وتحية لمشاهدينا الكرام. مستمرون بالفعل في رصد هذا المشهد الانتخابي في محافظة بني سويف، بالفعل يعني من خلال التواصل مع مركز المعلومات بديوان عام محافظة بني سويف، يعني رصدنا احصائيات في بعض القرى والمراكز، يعني هناك اقبال كان منذ امس في بعض اللجان وفي بعض المراكز، كان هناك توافد كثيف في بعض المراكز، يمكن سجلت مركز أهنسيا 22 ألف صوت وبنسبة تقدر 18% بيبة، كذلك 16% سمسطة، 12% نسب مشاركة كبيرة ومرتفعة في القرى والمراكز. ربما الوضع يختلف في البندر ومركز بني سويف، رغم هناك بعض القرى والمراكز سجلت مشاركة كبيرة في مركز بني سويف، قرية إهوة وسعدنا وبليفيا بمركز بني سويف بالفعل كان هناك مشاركة كبيرة من قبل الناخبين في هذا الماراثون الانتخابي. بالفعل يعني العملية التصويتية هنا تسير من حيث الناحية التنظيمية على أكمل وجه، هناك مشاركة فاعلة من كافة المديريات والملفت يعني والملفت أحمد يعني المحلي في تنظيم هذا المشهد الانتخابي. الملفت في المشهد أيضا أن يعني أرى من خلفك رجال الإدارات الصحية أو الإسعاف يعني وهم يعقمون الداخل والخارج من هذه اللجان المختلفة، يعني هذا نعم ملفت حتى نعم في الجولة الأولى يعني. نعم حسان، نعم حساني، لدينا هنا فرق الهلال الأحمر التي تنتشر في مختلف اللجان، نتحدث عن 692 لجنة فرعية، كل هذه اللجان ب 481 مركز انتخابي، يعني هناك العديد من فرق الهلال الأحمر التي يعني تأتي إلى اللجان المختلفة لتساهم في أعمال التعقيم والتطهير. ومعنا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد عبد الرحمن من فرق الهلال الأحمر. أستاذ أحمد، عايز أتعرف منك ونعرف السادة المشاهدين عن هذا المشهد الانتخابي ومساهمتكم في ضمان أعلى مستوى التأمين والسلامة للناخبين حتى يدلوا بأصواتهم بصورة آمنة في خلال المشاركة في هذا الماراثون الانتخابي. تمام، احنا الحمد لله في الهلال الأحمر المصري بني سويف
لليوم الثاني بانتشار الفرق على معظم لجان المحافظة، لمشاركة ومساعدة أجهزة الدولة في الانتخابات مجلس النواب 2020 في جولة الإعادة. والحمد لله ان احنا بنساعد في تطبيق الاجراءات الاحترازيه من ارتداء الكمامات والمسافات الامنه بين الناخبين، وكذلك التطهير والتعقيم الافراد. والحمد لله في وعي تام بين الناخبين اثناء الدخول، والفرق منتشره اكثر من 25 فرقه بقوه 150 متطوع للمحافظة إن شاء الله على سلام الانتخابات. الأدوات التي يتم استخدامها هل هي مطهرات ومعقمات أم هناك كواشف حرارية يتم استخدامها وخلال دخول الناخبين للمقار الانتخابي؟ تمام، وبالطبع تطبيق الإجراءات الاحترازية بيبدأ بالكشفات الحرارية، ثم بعد ذلك التطهير والتعقيم، وكمان معدات جاهزة للتدخل الطبي إسعافات أولية لا قدر الله احتاج الأمر لذلك، ومساعدة ذوي الهمم وكبار السن للدخول والخروج أثناء اللجنة. هل وجود أي حالة اشتباه أو إصابة بتتعاملوا معها إزاي؟ لا قدر الله لو في اي حاله اشتباه من على الباب اصلا من قبل الدخول بيتم الابلاغ بالحاله ويتم الانتقال بها للمكان المخصص للتعامل طبيا بها، والحمد لله ان مفيش اي حاجه خالص الحمد لله. كل التوفيق يا استاذ احمد. شكرا. شكرا. يعني بالفعل حساني هناك 692 لجنة فرعية ب 481 مركز انتخابي، جميعهم بهم مندوب من مديرية الصحة هنا بمحافظة بني سويف لمتابعة هذا المشهد الانتخابي. نعم. وضمان أعلى معايير السلامة والأمان للناخبين أثناء عملية الإدلاء بالصوت، وكذلك هناك العديد من الإجراءات التحكمية التي تتم على مدار يومي التصويت، وقبيل بدء هذا. نعم. الماراثون الانتخابي فرق التعقيم والتطهير. نعم. من قبل مديرية الصحة إدارة الطب الوقائي. نعم. لضمان تأمين هذا المشهد الانتخابي والخروج بأعلى معايير الأمان والسلامة. صحيح. للناخبين أثناء عملية التصويت والإدلاء بالصوت في هذا الماراثون الانتخابي. بالتأكيد سوف نعود إليك مرة أخرى في تغطيتنا المستمرة من بني سويف، مراسل أخبار مصر أحمد سعد. نشكر أيضا شبكة المراسلين حازم كمال من الإسكندرية، أيضا حمد العربي من سوهاج، وبالضرورة سوف نعود إليكم مرة أخرى في خطواتنا القادمة في التغطية التي سوف تأتي على مدار اليوم.